أبنائي، اليوم تدعينا الكنيسة نروح مع يسوع والتلاميذ على العزرية، على بيت مرثا ومريم، على قبر إلعازر. وبهاي اللحظات نحن مع السيد من رافقه في ذهابه للمدينة المقدسة. مرثا ومريم بنتظروا حضور السيد في هاي اللحظات على شوق. أبنائي، والرب بيلبي هاي الدعوة في هاي الأيام. قديش بيوتنا محتاجة إنه يزورها يسوع، قديش كنيسة البيت، دير البيت محتاج إنه يسوع يزوره حتى يطبب جروحه ويشفي أمراضه ويواسي أحزانه. ويسوع جاي أبنائي، يسوع هو قريب من كل بيت، من كل إنسان، من كل فرد. فقط لعلينا نحن نشوفه ونحن نستقبله ونفتح إله أبواب بيوتنا وأبواب قلبنا وأذهاننا. هاي اللحظات اللي فيها يسوع ماشي في الطريق مع تلاميذه ورايح حتى يقيم إلعازر من بين الأموات، بحكي لكل واحد فينا إنه أنا كمان جاي حتى أقيمكم، حتى أعطيكم الفرح والقيامة والحياة والنور. مش هذا الكلام اللي حكاه لمرثا ومريم لما أجوا عنده هن يبكوا؟ نعم أبنائي، هذا هو كلام التعزية لكل إنسان في هاي اللحظات. ونحن مع الكنيسة، مع أمنا الحنون، بداخل هاي الخدم الليتورجية اللي فيها قلبنا بيشتعل إيمان ومحبة، رجاء وسلام وفرح حتى نعيش الحدث. الحدث اللي نحن أمامه هو مجيء الرب حتى يقيم إلعازر من بين الأموات ويقيم كل واحد فينا، يقيم الموت الموجود في داخلنا ويعطينا الحياة. في هاي اللحظات كمان أبنائي، قلب الكنيسة وقلب يسوع هو قريب من كل إنسان حزين. بعرف في كثيرين منكم في هاي الأيام فقدوا أحبة وأباء وأمهات وأقارب إلهم، وما استطاعوا إنهم يكونوا كعائلات بجنازتهم، وما قدروا المقربين المقربين إنهم يوحدوا تعزية من الجماعة، من إخوتهم وأحبائهم اللي كانوا حابين يكونوا معهم بهاي اللحظات. ولكن الكنيسة هي بقربكم أبنائي، وعشان هيك قبل ما نعمل قداس البروجيزماني اللي هي صلاة الغروب لإلعازر، عملنا جناز لكل الراقدين اللي سبقونا على رجاء القيامة والحياة الأبدية في هاي الأيام. بالأخص ذكرنا أسماءهم، ذكرنا كل واحد فيهم حتى كل عائلة تتعزى وتعرف إنه صلاة الكنيسة هي بقرب وكل واحد منعرفه وما منعرفه. يسوع بيعرفه، يسوع شايفه، ومش بس شايفه ولكن هو عنده، هو عندكم، هو معكم ساكن. أبنائي، الكنيسة اليوم بتعزيكم، وعشان هيك حبينا نعمل صلاة الجناز، لأنه اليوم هو آخر يوم بنعمل فيه الجنانيز في الكنيسة لأحد توما. أبنائي، نعمة وبركة المسيح هي تكون معكم، هي تعطيكم كل بركة وتعزية، تعطيكم نور وسلام. وبكرة نقدر مع بعضنا البعض نستقبل يسوع ونحن غاد عند قبر إلعازر.
حتى نكون شهود لقيامة أليعازر من بين الأموات. ونحن شهود لقيامة أليعازر رح نشهد كمان قيامة المسيح اللي آتية بأحد القيامة، ولكن قبل هيك رح نرافق يسوعنا الحلو بألامه الخلاصية اللي كبدها طوعا من أجلنا. وهيك كمان نحن كمان بقربنا من القيامة نؤمن ومنعيش القيامة العامة اللي رح العالم كله يقوم في المجيء الثاني للرب والمخلص يسوع المسيح. أبنائي، هاي الثلاث قيامات مع بعضها كتير فعالة وحية من اليوم، يعني من بكرة، من سبت أليعازر ليوم القيامة ولأحد توما. نور القيامة اللي رح يجينا من قبر المقدس من القدس يعطي في قلوبنا سلام وفرح، تعزية وقوة، لأنه كل إشي رح نجتازه مع المسيح، وهي الأمراض والأوبئة بنعمة وبركة المسيح رح تروح. حبينا نحن كمان اليوم ببركة الأم الرئيسة، الأم إيرينيا كمان رئيسة هذه الدير، إنه رتبنا إنه تبث الخدم الإلهية طول هذا الأسبوع المقدس من هون، من الدير، من دير أمنا الفائقة القداسة ينبوع الحياة من دبين، اللي إيكونتها العجائبية، الإيكونة المقدسية الأورشليمية اللي موجودة نسخة عنها في الدير، والأصل موجودة في كنيسة الجسمانية في القدس. هون في الدير رح نقيم أبنائي كل هاي الخدم بهذا الأسبوع، حتى نكون معكم ونرافقكم وإنتوا ترافقونا، لأن نحن كمان نشتاق لكم دائما ومنحب دائما إنكم تكونوا معنا في كل لحظات جميلة وروحية. ربنا يبارككم أبنائي، نعمة المسيح تكون معكم، وكل سنة وإنتوا بخير، نعمة وبركة وقداسة وسلمين. أمين.